بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده يا حبيبي هنعمل مع بعض شاورما اللحمه بطريقه مميزه جدا. شايفين المنظر جميل ازاي؟ ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وتعجبكم جدا. يا ريت قبل ما نبدا في الفيديو، يا ريت اول حاجه حطي اللايك، يا ريت اللايك ما تنسوش اللايك يا جماعه، ويا ريت شير للفيديو، وان شاء الله نبدا الفيديو بتاعنا على طول، وان شاء الله الطريقه تعجبكم جدا باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله النهارده يا حبيبي هنعمل مع بعض كده الشاورما بطريقه حلوه جدا جدا، ان شاء الله تعجبكم قوي. طريقه مختلفه عن اي طريقه شفتيها قبل كده، باذن الله طريقتها حلوه قوي هتعجبكم. اول حاجه انا معايا كيلو من اللحم، اللحمه دي انا فارمه معاها نسبه من الدهون، يعني افرمي مثلا حدود الربع مثلا، يعني دي كيلو من اللحم مثلا فيه حوالي ربع من الدهن او اقل. انا حاطه ليا ضاني، حطي لو عايزه تحطي دهون لحم ماشي، عايزه تحطي ليا ماشي، اللي بتحبيه. كيلو اللحمة ده هياخد ايه معايا؟ نص كوباية مية باردة، كوباية زبادي، هياخد معايا نص معلقة بيكربونات صوديوم، 4 معالق بقسماط ناعم، معلقة ملح كبيرة، معلقة شطة صغيرة، ولو ما بتحبيش الشطة حطي معلقة بابريكا، بس انا بحب طبعا الشطة اكتر. هنا معلقة صغيرة بهارات 7، معلقة صغيرة فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة. كل اللي هعمله ان انا هاخد على الكبه بتاعتي، هاخد اللحمه الاول. هنا زي ما انتم شايفين كده حطينا كيلو اللحم، هنحط عليه كل البهارات بتاعتك، بتحطيها كلها مره واحده في الكبه او البراون بتاعك على حسب ايه اللي عندك بقى، كلهم كده يدخلتوا مع بعض. شايفين الموضوع سهل جدا ونتيجته بقى عايزه اقول لكم حلوه قوي قوي، غير اي شاورما والله كلتوها قبل كده. نحط كده نص كوبايه ميه، دي ميه بارده، وده كوب زبادي. لو هتحسبيه بالكوبايات الزبادي اللي تشتريها من بره، هتجيبي علبتين صغيرين. دلوقتي اللحمه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين كده، خلاص انا فرمتها وعطتني القوام اللي انتم شايفينه ده. لازم الانسجه تدخل في بعضها كده وتتفرم فرمه كويسه جدا. دلوقتي بقى اقول لكم هنعمل ايه، هنجيب استريتش اللي هو الكيلينج فيلم، واقول لكم هنعمل ايه فيها بالظبط. دلوقتي اللحمه بتاعتي انا جبت الاستريتش اهو، فردته اهو قدامي اهو على الرخامه، وقسمت كميه اللحمه دي لنصين، بحيث ان انا كله نص كيلو هعمله في وجبه. وهلف الاسترتش ده دلوقتي كده، شايفين انا بلف اهو نص الكميه، تعمل لك وجبه محترمه. طبعا اللحمه معايا لونها يعني ايه فاتح شويه، عشان انا حاطه فيها نسبه دهون، بس نسبه الدهون دي هي اللي بتحلي الطعم معايا. لو عايزه تعمليها لحمه صافي براحتك. شايفين ازاي اهي اللحمه زي ما انتم شايفين اهي، انا بحاول اهي اقفلها بالاسترتش كويس. وهعمل ايه، هربط الاسترتش كده، اتاكد كده من ربطته، وبرده من الناحيه التانية تحاولي كده تضيقيها على قد ما تقدري اهي. شايفين كل ما اضغط كده كل ما ايه تتظبط معايا. واربط برده كده من الناحيه التانية، اهي تضغطي بقى كده بحيث ايه تظبطي اللحمه بتاعتك. دلوقتي يا حبيبه دي الكميه التانية اهي، حطيتها برده في الاسترتش، وهي ببدأ برضو نفس الطريقة اهي، وبرضو بربطها زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ازاي تبدأي تضغطي كده، شايفين كده وكده اهي كده الكميتين معاهم يا حبيبي. دلوقتي بقى هعمل ايه، هاخدهم الفريزر دلوقتي يجمدوا، بعد كده نكمل الوصفة بتاعتنا. دلوقتي يا حبيبي هنكمل الشاورما بتاعتنا. انا اللحمه بتاعتي زي ما قلت لكم شفتوها كده، انا حطيتها في الفريزر، عدى عليها يومين. دلوقتي هنعمل بقى الشاورما النهارده. اول حاجه انا هجهز بصل معايا، هعمله بالسماق، هقطع البصل ده جوانح كده قدامكم اهو. دلوقتي انا قطعت البصل اهو جوانح زي ما انتم شايفين، هحط عليه ايه بقى، السماق اهو اهو، واحط عليه ملح، وهدعكه كده بالسماق وبالملح ده زي ما انتوا شايفين كده. انا دعكت البصل بالسماق والملح اهو. عايزه اقول لكم بقى، الناس اللي ما تعرفش السماق، السماق ده تابل مزز كده، بيبقى ظريف قوي مع البصل بصراحه، بيخلي طعمه حلو جدا. لو ما جربتيش يا ريت تجربيه بصراحه، بيفرق جدا في طعم البصل ده. كده اول حاجه هحطها كده في بول اهي، ده كده بالنسبه للشاورما، ده اول حاجه فيها. تاني حاجه بقى هنعملها اللي هي الخيار المخلل. طبعا الشاورما السوري معروفه ان ايه بيبقى فيه من مكوناتها الخيار. انا خللت خيارتين كده معايا، عملتهم قبلها بيومين عشان ايه الشاورما اللي هعملها دي. الخيار طبعا سهل جدا في تخليله، انا ميه بغليها، وبعد ما بغليها بستنى تبرد خالص، وبحط لها ملح وثوم وبس. ده بالنسبه للخيار اهو، بقطعه كده برده شرايح
يبقى جميل قوي، ما تشتريهوش يعني خيارتين بدل ما تشتري، احسن طبعا، حاجة البيت انضف بكتير زي ما انتوا شايفين كده. بقطعه اهو، يبقى كده اول حاجة البصل معانا. وزي ما بقول لكم جربوا، هاتوا السماق، السماق حلو جدا، بيدي طعم حلو قوي للبصل، واللون كمان اللي بيدير البصل بيبقى حلو قوي، بيبقى فيه تجانس كده مع الشاورما والخيار. وان شاء الله هنحمر برضو بطاطس معاه، برضو تبقى جميله جدا باذن الله معاه. كده زي ما انتم شايفين كده الخيار بتاعنا اهو، حطه بس في بوله كده جنبيه. قطعت برضو بقدونس، برضو كده هنرشه على اللحمه بتاعتنا وبرضو على الساندوتش زي ما بتحبي طبعا يعني. دي كده البقدونس اهو انا مقطعاه، وادي الخيار، ومعايا مايونيز ومعايا كاتشب. بدل ما تجيبي ازاز او علب، لو عايزه تجيبي الاكياس دي اسهل وارخص طبعا. دلوقتي بقى جبنا اللحمه بتاعتنا من الفريزر اهي، نبدا كده نفتح الكيس، ولازم تطلع من الفريزر على الشغل على طول، لان دي لحمه انتوا عارفين ان هي مفرومه، فلازم تطلع على النار على طول. شايفين ازاي اهو ده شكلها بعد ما طلعت، عد عليها ليلتين عشان تتماسك التماسك اللي انت شايفاه ده. دلوقتي نبدا نقطع اللحمه بتاعتنا شرايح رقيقه جدا، لازم بقى تجيبي سكينه تكون حاميه على قد ما تقدري. شايفين ده السمك بتاع الشريحه بتاعتنا. اهي شايفين رقيقه ازاي، زي ما انتوا شايفين اهي، قطعتها الشرايح الرقيقه دي، باخدها بقى على النار مباشره على زيت سخن، يعني بدي معلقه زيت سخنه خفيفه قوي، وبدخل القطعه الباقيه دي الفريزر على محمر دول، لان ممكن تفك معايا. دلوقتي معايا اهي صينيه على النار اهي، فيها زيت سخن زي ما انتوا شايفين كده، وبنزل الشرايح بتاعتنا كده. شايفين ازاي وهي مجرد ما تنزل على الزيت السخن تتماسك. اهي شكل اللحمه بتاعتنا، حطيتها زي ما انتم شايفين كده، طبعا هي عشان متلجه جدا فبتبقى تقطيعها صعب شويه، فانا دلوقتي جبت كيس في ايديا كده وايه، وحاولت ان انا ايه اتملك منها عشان اعرف اقطعها زي ما انتم شايفين كده. طبعا بنستنى تاخد وش من تحت وبعد كده بنقلبها. دلوقتي اللحمه بتاعتنا بدات تتماسك اهي، شايفين لونها اهي، طبعا بقى بقلبها كده اهي، شايفين، هكمل بقى انا تحمير القطع كلها كده وراها. معايا الطاسه اهي على النار، حاطه فيها الزيت، هيبدا يسخن بقى، وانزل بالبطاطس بتاعتنا احمرها ونكمل بقى وصفتنا مع بعض. هنا البطاطس بتاعتي اهي على النار انا حطيتها، هتتحمر بقى ونكمل بقى الطريقه بتاعتنا ان شاء الله. دلوقتي يا حبايبي البطاطس بتاعتي اهي بدات تاخد اللون الذهبي الجميل ده اهي، هبدا اطلعها على كده، انا بحبها مقرمشه كده وناشفه كده يعني. انت طبعا طلعيها بالطريقه اللي انت بتحبيها، بس هي المفروض عشان احط في الساندوتش لازم تبقى ايه متحمره كويس ومقرمشه معاك، فاهمين قصدي؟ دلوقتي زي ما انتم شايفين اللحمه هنا، عطيت لها رشه بقدونس وقطعت جنبها فلفل، هحط بقى كده جنبيها البصل بالسماق. شايفين بقى الالوان هتبقى جميله زي جنب بعضها، حلوه قوي كده. بنجهز للشاورما بتاعتنا بحيث تبقى الوجبه متكامله، ونبدا ايه بقى نحط السندوتشات. وطبعا انا معايا عيش سوري، انا ما عملتوش النهارده عشان ايه الحلقه يعني او الفيديو ما يبقاش ايه طويل معاكم، بس ايه عملته كده ايه سريعا يعني، ايه جبت العيش الشاورما جاهز من عند دينا حبيبتي. دلوقتي بحط الخيار المخلل برضو كده، نجهز بقى طبقنا كده كامل، ونبدا بقى نطبع سندوتشنا براحتنا بقى عادي جدا يعني، فاهمين ازاي؟ دلوقتي بقى نحط البطاطس بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. شايفين البطاطس جميله ازاي ولونها حلو ازاي، طالعه مقرمشه وحلوه قوي، ان شاء الله تجربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. ايه رايكم بقى؟ تالي مفيش احلى من كده، والبصل بالسماق عاطي شكل ويعني ما شاء الله حلو جدا، غير بقى انه كمان طعمه حلو قوي يعني، يعني مش شكل بس لا، ده هو كمان فعلا طعمه حلو. اول حاجه هنا معانا عيش الصاج اهو بتاع دينا حبيبتي. اول حاجه نحط اللحمه كده الاول. دلوقتي كده اول حاجه حطينا اللحمه بتاعتنا، نبدا نحط البطاطس.
دلوقتي احط البطاطس بتاعتنا اهي شايفين كده على الساندوتش. طبعا بقى انتي حطي في الساندوتش اللي انتي بتحبيه واللي يريحك يعني. حط كده شرايح من الخيار المخلل، حط شريحتين كده من الفلفل، احط كده المايونيز. طبعا ممكن تحطي تومية اللي يريحك يعني، المذاق ده طبعا بتاعك انت، بس انا النهاردة هستخدم كاتشب ومايونيز. شايفين ما شاء الله جميل ازاي. احط كده برضو البصل بالسماء وعليهم رشة البقدونس. شايفين ادي شكل الساندوتش بتاعنا اهو، وبنبدأ نلف رول عادي جدا. شايفين ازاي هو حلو قوي. دلوقتي يا حبايبي انا عملت كمية الشاورما بتاعتي اهي، عملت السندوتشات كلها اهي زي ما انتم شايفين بالطريقة دي ما شاء الله. هنعمل ايه بقى دلوقتي على النار؟ معايا طاسة، معايا جريلا، صينية، اي حاجة عندك يعني، مش هتفرق حاجة معينة يعني. هنديها مسحة زيت كده ونبدأ ندي ايه، نطبع السندوتشات بتاعتنا دي ونديها على الوش بتاع القفل ده، نديها على الاول عليه كده، نحطها عليه بحيث يقفل كويس، وبعد كده ايه بنختمه يعني زي ما بنقول كده، وبعدين هوريكم شكله دلوقتي. دلوقتي حبايبي معايا جريل على النار او طاسه او صينيه زي ما قلت لكم مش هتفرق، ومعايا كده حطيت ايه مسحه زيت عليها، تبدا تسخن معايا اهي، وهبدا انزل السندوتشات بتاعتي. نحط كده الساندوتش بتاعنا طبعا من الجهه اللي هي ايه اللي احنا عايزين نقفله من ناحيتها كده. شايفين ازاي كل السندوتشات طبعا نحطها كده ايه بنفس الطريقه. تاخد بقى وش من الجنب ده وتطبع كويس، وبعد كده ايه هنقلها على الجنب التاني كده. بضغط عليهم زي ما انتم شايفين كده بحيث اتاكد ان هما ايه بقى اتشمعوا من تحت وخدوا لون كويس، فاهمين قصدي؟ وبعد كده نقلبهم على الجهه التانيه. دلوقتي الساندوتش معانا بدا ياخد لون، نبدا كده نقلبه. شايفين ما شاء الله لون جميل ازاي. اهي الساندوتشات بتاعتنا حلوه جدا كده، خلاص اتقفلت من الجهه اللي احنا قلنا عليها. نكمل برضو كده تاخد لون ونحط غيرها باذن الله. احنا كده بعد ما خدوا اللون معايا من كل الاتجاهات نبدا بقى نطلع السندوتشات بتاعتنا. شايفين ازاي؟ طبعا براحة على ايدك كده عشان ما تتلسعيش. نحط بقى كمية تانية برضو بنفس الطريقة اهي، سهلة جدا. الجريلا دي بقى حلو جدا يا جماعه يعني، ما شاء الله شايفين بتاخد كميه السندوتشات مره واحده فبتريحنا يعني. هكمل انا بقى كله واوريكم في الاخر. دلوقتي يا حبايبي خلاص انا حمرت السندوتشات بتاعتي كلها، هبدا اقطعها كده معاكم واوريكم شكلها. شايفين ما شاء الله مقرمشه ازاي. عايز اوريكم بقى شكل السندوتش من جوه. شايفين شايفين بقى البصل مع البطاطس مع السماء، مش عايزه اقول لكم بقى يعني مفيش اجمل ولا احلى من كده. شايفين شكل الساندوتش، ادي شكل السندوتشات بتاعتنا يا حبايبي. شايفين ما شاء الله شكلها تحفه، ان شاء الله تجربوا الطريقه دي وتعجبكم جدا. عايزه اقول لكم بقى ان البصل بالسماء مع اللحمه مع البطاطس عامل تجانس وطعم خطير جدا، ان شاء الله تجربوا الطريقه دي على طريقتي هتعجبكم جدا باذن الله، واشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.